المقابله اخويا كانت زوينه اليوم وعجبونا الدراري. هذاك الود اللي ماركا صبري صابره والله الا عجبناه بالله العظيم. وحنا كساكنه صباح وتمارس خيرات اخويا الصراحه راه عجبونا وفهمتي والركراكي راه شوف تنتمنى واش تمنوا من الله يكونوا عندنا شي وليدات مع الدرك لان الركراك راه عطانا الكثير فهمتيني خويا. هذوك الوعود اللي عطانا ما كاين لا وعود كاذبه لا هو داك الشيء اللي قال يعني هو اللي كاين فهمتيني خويا. وتنتمنى حنا شوف فينا ديك الروح الوطنيه حنا تنبغيو ديما تنبغيو المنتخب ديالنا يربح ديما تنبغيو حمارة الوجه ما كاين لا صداع لا والو حنا سلميين بالرايات فهمتي وبالروح الوطنيه الحمد لله داك الشيء عندنا في الدم فهمتيني. وهذا هو المنتخب اللي كنا تنتمناو نتمنى الركراك ان شاء الله يبقى يلعب بهذه التشكيله هذه فهمتي لان تعطلنا عاد ماركينا فهمتيني. حنا في 74 وما ماركيناش بقى فينا الدقيقه 74 بقى فينا الحال فهمتيني. ماشي حتى الوقت الميت عندهم قلبوا على ذاك على ذاك البيت ولا فهمتيني. حنا كمغاربه الحمد لله راه فرحونا وفرحوا البلاد كامله. راهم على هذه المقابله ودي معسكر وسخارات عسكريه تبارك الله عليهم. وكنبغي نشكر المنتخب الوطني على هذه المباراه اللي قدم لينا اليوم. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.